محافظة القليوبية وبالتحديد مدينة الخصوص الذي وقع فيها حادث مأساوي أنا حياة الطفل سيف 10 سنوات على يد نقاش. النهاردة معنا أسرة سيف هتحكي لنا أكتر عن تفاصيل الواقعة. أول حاجة البقاء لله. حضرتك والده عايزك بقى تحكي لي أكتر عن تفاصيل الواقعة من أول ما حصلت. تفاصيل الواقعة يعني كان بياكل بشرة يعتبر كان متربي مستينا بنعتي اللي قتل ابنك ده كان شغال يعني كان شغال عنده كان بيشتغل معانا تمام. فطبعا جه بعد فتره ابتدى يقعد عند البيت 3 4 ايام لغايه لما سحب الولد وقال له انا هجيب لك كوتش الوينت وستارز. لغايه لما سحب الولد وخرج. ابنك كان بيحب الكوره؟ كان بيحب الكوره فضحك عليه من النقطه دي. تمام. طبعا حضرتك راح سحب الولد قدام البيت وخده ومشي وحجز الولد عنده وفضل حجزه لغايه فتره كبيره بالليل. انا جيت من الشغل ببص عليه ما لقيتوش براجع الكاميرات اللي ماشي معاه قعدت ادور عليه لغايه لما لقيت مقتول يعني مش في الكاميرات في الشوارع زي المجنون. اتصلت باسمه باسم المرج وباسم الخصوص لان اصلا قعدت في قعدت مع دايره المرج انا تمام. اول ما شفت ان هو اللي خده كلمته سالته على الولد انكر تماما. طبعا رحت راجع الكاميرات لقيته ماشي معاه راح قفل التليفون. تمام. بدأنا بقى ندور في الكاميرات وسال الظباط معانا وفي رئيس المباحث وقال لك كله وقال لك حضرتك قطه قبل ما يقفل التليفون قبل ما يقفل التليفون حضرتك قطه وبعد كده ايه جت التقطعات بقى والموضوع ده جت الشرطه معانا لغايه لما حصل اللي حصل دوت لقينا الولد عصبت على الولد ودخل انا حياته طبعا واحنا ما كناش نعرف ان هو متوفي. مقابل ايه بقى؟ عمل ده كله مقابل ايه؟ كان عايز فدية عايز فلوس. كان طالب فدية من كان طالب فدية عايز فلوس هو كان لسه ما لحقش يطلب فدية. كان يا بندي اصلا كان شغال معاهم. حضرتك المحامي اللي كنت ماسك القضية؟ تمام. الولد ده كان شغال معاهم ايش انا فتره كبيره شغال معاه وبعد كده اتجوز وقطع حوالي 3 4 شهور ما بقاش يجي عندهم. بس هو كان بيروح بوسط الاولاد عادي بياكل ويشرب وكل حاجه. بوسط بتاع عندهم عادي كل واحد بيجيب بالظبط. استغل بوسط العيال الصغير برضه اللي بيحب الكوره فقال له تعالى يا سيف هجيب لك كوتش وستارز والعيال كله وخده. طبعا لما سالت حاجه النيابه قال لك لا انا خدت الواد ده عشان كنت عايز اخد فديه عشان ابويا كان متضايق عليا الخناقه وكان ليه عندي فلوس عايزني عايز اديله الفلوس دي. تمام. الواد على اساس ان هو ياخد منه لابوه فديه. بمجرد ما خد الواد الواد عافي معاه لكلامه في تحقيقات الواد عافي معاه فشنقه على طول. خد الواد مع ليكي وديناه المستشفى طلع الواد متوفى على طول. تمام. لازم استاجر المكان دوت شقه اللي قبل الوقف 5 ايام. اللي هو يعني قتل عمد بالظبط. جنايه مقارنه بقتل ومقارن بقتل عمد. حال بتهمتين للنيابه حالتهم محكمه الجنايه بتهمتين. حضرتك المحامي الثاني بالقضيه. تمام. تهمه القتل وتهمه القتل العمد. طبعا هو كده كده لما اتسال في حالات النيابه العامه من اول يوم اعترف اعتراف تفصيلي قدام النيابه. تمام. هو خد الطفل بحجه ان هو جايب له الجوانت زي ما مصطفى وضح لحضرتك وطبعا ده طفل صغير. خدوا كاميرات المراقبه لما دفعناها جبنا المكان وحصل اللي حصل واتعرض على النيابه واعترف اعتراف تفصيلي. طبعا جميع الجلسات السابقه طبعا ما حدش يقدر يشكك في جلسات القضاء. الدفاع بتاع المتهم حاول اللي هو يعطل سير الاجراءات بطلبات ما لهاش اي علاقه بالدعوه لحد اخر اليوم النهارده والحمد لله ان ربنا رجع حقه. القضاء انا عادل طبعا حكم بحالته المفتي وباذن الله يجي الرد اعدام. الجلسه 4/9 باذن الله. احنا النهارده بنقول لك يعني البقاء لله اكيد حق السيف رجع ونستفيد من الموضوع ده اللي هو اتقي شر يعني اتقي شر احسنت اليه. النهارده نطق الحكم باحاله اوراق المتهم لاحاله فضيله المفتي الجمهوريه لابداء الراي الشرعي في اعدام.